سعيد الاسود. سي سعيد اهلا بك. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معي. مرحبا سي سعيد. دونك ابارامون جديد في السي بي ديما، اليوم صارت هيئه تاثيريه باش تكون في السي بي، اجتماع بعد شويه تعمل اعلان عليها في الصفحه الرسميه للسي بي، لو كان تعطينا اكثر تفاصيل من عندك. والله ساعه هي مازلت الهيئه التاثيريه، هو اليوم وقع اجتماع ما بين جميع الاطراف في ولايه بنزرت، شرف عليه سيد ولي بنزرت، حضور سيد رئيس البلديه ومادي، وطلقت جميع الاطراف المعنيه من رؤساء قدامى ولاعبين واحباء ومدعمين للنادي حول وجود لجنه تسييريه، لان حاجه اكيده ومتاكده اعتبار اللي البطوله احنا الابواب بدايه البطوله. قلنا معناها يلزمنا نعملوا لجنه تسييريه لمده 3 شهور او 6 شهور ريثما تقوم الهيئه المتخليه باعداد التقرير الادبي والتقرير المالي واعداد العده لجلسه عامه انتخابيه. واضح؟ نكونوا في نطاق القانون واحترام القوانين جاري بها العمل. ما توصلناش الواحد وقاع تكليفي من طرف الحاضرين ومن طرف الجلسه باش نشوفوا ونلقاو شكون باش يترأس اللجنة التسييرية. هذايا اللي أنا وقالوا باش نكونوا لجنة تسييرية بعد ما يقع اختيار واتفاق حول رئيس اللجنة التسييرية. بعد ما تصير هذايا هو رئيس اللجنة أولا له ساعة الأولوية المطلقة باش يختار الناس اللي تكون معاه، كانش احنا مع بعضنا الكل نعاونوه على المساعدة ونختاروا معاه اللجنة هذه التسييرية. هذا ما اتفقنا عليه جميعا، لان ما وقعش اختيار لجنه تسييريه، نبداو واضحين، وقع تكليفي باش نهانا نكونوا ونختاروا ونشوفوا مع الاخيين بعد استشاره وتبادل الاراء نشوفوا رئيس لجنه، معناها رئيس اللجنه التسييريه واعضاء، اما يختار الرئيس اللي بشق اختياره ولا نختاروا كل ما بعضنا ونكونوا متواجدين. مع العلم ان احنا كنا معناها مدعمين هالبادره هذه نتاع اللجنه التسييريه، يلزمها حان وقتها، ومعناها وفما برشا وليدات تعمل 66 كيف، وحان وقتها توا للشباب، وعندنا وليدات ممتازين باش ياخذوا المشعل، باش يقوموا بالدور معناها المناطق وعوداتهم، ويقوموا بتسيير النادي الرياضي البنزرتي، لانه معناها النادي الرياضي البنزرتي ما عادش يتحمل، معناها باش يبقى بدون هيئه اكثر من اللي هو موجود فيه. نجم نقول دونك هكا نهاية عبد السلام السعداني مع السي بي وفات العلاقة هكا؟ سي عبد السلام بعد تضحية كبيرة وعمل جبار قام به داخل نادي الرياضي البنزرتي، واحترام اللي ناديه، وباش حتى تواصل معناها التسهيل لنادي الرياضي البنزرتي قدم الاستقالة نتاعه هو أعضاء الهيئة نتاعه. قبلتوا تقبلت الاستقالة؟ هذا حسب علمي أنا، وما دائب معناها ما تداولوه في جلسه اليوم. اي تقبلت الاستقاله. يمين المال قال راهو قدمنا الاستقاله نتاعنا وما عندناش فيها رجع، ما عادش راجعين فيها. تقبلت الاستقاله؟ تقبلت الاستقاله نتاعو. واضح. مع العلم لازم الناس كل تعرف. راهو عمل جمعيتي راهو عمل متواصل. اللي يشد مش باش ينسى للي قبله. او ينسى معناها الاكتيف ولا الباسيف على قبله، كي يعمل حاجه باهيه نقولوا يرحم والديه وبارك الله فيه ويعطيه صح، وفما حاجات اللي هما في الباسيف معناها يلزم راهم هما ديون متخلده لفاتت الجمعيه، ويلزم ضد الجمعيه تراعي ظروف الناس اللي خدمت الجمعيه واللي اعطات وضحات من اجل الجمعيه وتبدا عندها امكانيات، يلزم تسدد كذلك هالديون هذه لان داخله في نطاق تصرف النادي الرياضي بنزرت. واضح. برامو الناس الكل تلمت، فما دعم من سمير يعقوب، فما دعم مهدي بن غربيه، نجم نقولوا نفرفقوا شويه رجال سي بي على رواحهم. والله نحكيو برجوليه. نحكيو بالصحيح. نحكيو برجوليه باهي. أنا الكلام ياسر يزينا منه. هذوما الناس دعمت وعاونت ويعطيهم الصحة، أما توا الشيء الديون المتخلدة بذمة النادي الرياضي بن غربي، أنا ما نقولش الديون. ولاني مش داخلين الهيئه اللي جايه مش داخله تتخلص الديون، داخله باش تصرف اليومي. التصرف اليومي يتطلب ويحتاج الى اموال
حبوا معناها فما لاعبين يمك تخلصهم، فما خطايا باش تنجم تعمل ريكروتمون يمك تخلصهم، فما عقود نتاع لاعبين اللي تتحاور معاهم يلزمك معناها بعد ما ترفع المنع من الانتداب تنتدب ثلاثه ولا ثلاث لاعبيه باش تنجم تكون عندك جمعيه كومبيتيتيف. ولذا الجمعيه حاجتها باموال حالا لا ب 100 ولا ب 200، معناها حاجتها معناها فوق قرابه 600 ولا 700 الف دينار حالا باش تنجم تجابه بعض المصاريف. وما يخفاش عليك عندك كره اليد اللي هي تولت في الناسيونال اي القسم الوطني، عندك كرة السلة، عندك الملاكمة، هذا من كل فروعك جزء لا يتجزأ منك، هذا كيف كيف لازم تنظر لهم ومعناها كيف كيف باش تنجم تدعمهم. منين باش يجي المبلغ هذا يا سي سعيد؟ نعم منين باش يجي المبلغ هذا؟ مبلغ كبير. والله أنا يعني كي نقول 700 مليون كان بنغرف ما تنجمش تلم 700 مليون. الله خير عاد. فالدنيا السلامة وقت نقولوا كان الرجالات الكل معناها كل واحد يعطي ما لديه، لانه مهدي قال نعطي 100,000 دينار، وانا مع احترامي وتقديري ليه والدعم اللي قاعد يعمل فيه صحيح، وقلت له راهو 100,000 دينار راهم شويه معناها يزيد، وانا نعرف اللي باش يزيد. وانت وانت سي سعيد قداش باش تعطي سي سعيد؟ انا والله اعطي عمري للسي ار بي. اي اي اولا واحنا نقول كل قدير وقدر واللي بامكاني كل نعطيه. انا طول عمري اعطيت وعمري ما قلت قداش اعطيت. اي عمرك هذايا ولا لطف عليك قداش يترجم فلوس بالدينار؟ احنا مستعدين باش نعطيه كل قدير وقدره كل واحد وامكانياته. ماكش باش تجاوبني معناها؟ انا بالنسبه لي انا كل واحد معناها يتنجم يعطي، ما فماش واحد يعطي باش يعطي مليون زوز 10 5، كل واحد باش يعطي، ما فماش واحد مش يعطي. ولا مستعد باش نعطي كيف نعطي عمري. اي مش باش تجاوبني معناها؟ جمعيه اعطيتها دمي مش معناها على خاطر الفلوس. اي بالدينار قداش تولي هذا؟ هاك انا نحسب لك عمري قداش يولي بالدينار ما تنجمش خلص. باهي سي سعيد. مبلغ كبير. عندكم لقاء ان شاء الله مع رئيس الجامعه وديع الجاريه. احنا لقاء قال السيد الوالي نهار الاربعاء مع سي وديع الجاريه، لان فما ديون كذلك متخلده في نطاق الجمعيه. دونك فما ديون اللي هي متخلده، فما حاجه نحب نقولها لك. تفضل. هو احنا ان شاء الله رئيس الجمعيه نهار اخر ما يخلصش. خاطر كان باش يولي يخلص معناها على الدنيا وقتها تولي السلامه. واحنا في الدول المتقدمه والراقيه الرئيس معناها تاع الجمعيه يخلص، مش رئيس مجلس الاداره اللي معناها على ملكه جمعيه مجلسيه في الجمعيه يخلص. وحتى كما يخلص احنا كي ديجا نضحيو بخدمتنا بوقتنا وبمساعدتنا هذيك تسمى معناها سي ان ابور اون ترافاي، سي ان ابور اون اندستري، لان تعرف انت مثقف ومهذب. في الشركات فما مساهمه بالمال نقدا، مساهمه بالعمل وبالاندستري. احنا بالعمل وبالمعناها بخبرتنا هذيك اللي تقدرها وتقيمها وما عندهاش ثمن. ما فهمتكش شنو تحب تقول سي سعيد؟ ما فهمتكش. انا بالنسبه لي انا هو راهو كل رئيس معناها يكون موجود مش معناها فريضه باش نقول قداش انت باش تعطي، هي صحيح يلزم كل واحد يعطي حويجه من عنده هو. يا مهم الفلوس اليوم تعرف الناس الكل ضايع تحدث فلوس. فما الدنيا والفلوس. صحيح. تحي كان النفوس. والشرعيه ما تنجم تمشي وترتقي وتمشي للامام كان بالفلوس. صحيح. فهمت خويا العزيز؟ واضح. دونك علاش انا بيدي قلت والله يلزم انسان عنده الامكانيات وعنده الماديات اللازمه وربي معناها يعطينا ما عندهم من رزق الحلال الطيب، علاش ليه؟ احنا قلنا كل اما اللي ما فماش نتعاونوا كل واحد اللي خمسه واللي 10 واللي 100 واللي 20 كل واحد اللي قدير ويعطي. ما تنجمش تجبر انسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهمت؟ دونك حسب ما فهمت تطلب من انسان حاجه اللي هو ما عندوش. حسب ما فهمت عنده مطاش. وقتها انا بدي انا معك. باش تطلبوا من رئيس الجامعه يجدد لكم الديون كيفاش بالضبط سي سعيد؟ والله احنا باش نشوفوا مع الجامعه باش كيفاش تصبر علينا، وهذا ما عودتنا به. والجامعه مع كل الجمعيات قاعده تعاون وتساعد، ومع النادي الرياضي بن زرتي ما لقينا منها كلمه المسانده والدعم. معناها باش نطلبوا معانا كيفاش نجددوا الامور وتصبر لنا شويه، تعلق شويه مطالبتنا بالديون، لان سي بي تويكا في حاله تعي معناها خلاص مات. واضح. معناها باش نجموا نسيروا باش نجموا نواصلوا
معناها تسير النادي الرياضي البنزرتي. واضح، شكرا، يعطيك الصحة سي سعيد. عاشكو، كنت حاب تضيف حاجة بخصوص الاجتماع ولا حاجة؟ مرحبا بك يا عايش. واضح، دونك كان معنا سي سعيد الاسود رئيس الهيئه التسييريه باش يكون جرف في السي بي مكلف حتى تشيل الجلسه العامه الانتخابيه بعد استقاله الرئيس الحالي السيد عبد السلام السعيداني.